السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وإنتم مبسوطين. هنكمل النهاردة على الجزء اللي قلناه المرة اللي فاتت الخاص بالهويس. كنا وقفنا المرة اللي فاتت على إستاج الصيغة الخاصة بزمن ملء وتفريغ غرفة الهويس. فهنقول مثال عن الجزئية دي كده، تطبيق سريع وسهل. Drag the formula of feeding and drying the lock chamber and design each lock element. ومدينا بعض غرف الهويس ال B في ال L بتساوي 16×10 وال Draft بيكون نص متر وال T بتساوي 25 مم. في الرسمة هنا مدينا نسيج المية في الأب ستريم وفي الداون ستريم ال 100.5 وال 100 وال 99.5 وال 99. كنا وقفنا المرة اللي فاتت على الاستنتاج بتاع العلاقة دي، ان ال T بتساوي T واحد على 2 بلس 2 اريا جذر ال H مقسومة على ال CD في الاريا جذر ال 2 ال G. هنقول ان ال T اللي هي 25 مم هنضربها في 60 بتساوي 1500 ثانية. هنفترض ان ال T واحد بتساوي دقيقتين يعني 120 ثانية. ال H اللي هي موجودة هنا مش باشمهندسين هي عبارة عن فرق المناسيب ما بين الاب ستريم والداون ستريم، يعني الهاي ووتر ليفل ناقص الهاي ووتر ليفل او اللو ووتر ليفل ناقص اللو ووتر ليفل زي ما هو موجود وزي ما اخدته في الهبار في اول الترم. بس كان في الهبار بالاضافه الى الهاي ووتر ليفل نفس الهاي ووتر ليفل في الداون ستريم والهاي اللو ووتر ليفل في الاب ستريم ناقص اللو ووتر ليفل في الداون ستريم، كان في عندنا الكريست ناقص البيض، لكن مفيش هنا الكريست ناقص البيض، هو بس المناسيب المايه الفنس الهاي واللو ناقص اللو. فالاتش تطلع عندنا بواحد والاريا بيساوي 110 في 16 ب 1760. هنفترض ان الديسشارج كوفيشنت ب 6/10، نعوض في العلاقه بتاعتنا هيبقى المجهول الوحيد عندنا هو الاي، والاي ده اللي هو مساحه البرابخ المسؤوله عن ملء وتفريغ غرفه الهويس. تطلع الـ A هنا أو الأريا بتساوي 92% متر مربع. فالأريا اللي عندنا دي اللي هي مساحة البرابخ، احنا عندنا حطين في الهويس حيطة في اليمين وحيطة في الشمال، يبقى نحط بربخ في اليمين وبربخ في الشمال، فنقسم المساحة على الاثنين. تطلع المساحة عندي بوينت 4.6 اللي هي مساحة البربخ الواحد اللي هو الأريا في 1 مين سايد كلبر. هنفترض إن البربخ ده بشكل مستطيل إكس في واي، وهنفترض برضو ان الواي هتساوي الواحد ونص اكس، تمام. ممكن اعملها الواي بتساوي 1.4، 1.6، 1.2، 1.3 زي ما انت عايز براحتك. فهنقول الاريا اللي هي 0.46 بتساوي الاكس في الواي، وعند الواي بتساوي 1.5 اكس، اذا الاكس ب 6/10 والواي ب 9/10 متر. طيب ده انا كده جبت مساحه المين سايد كالفر. انا المين سايد كالفرت ده عايز اطلع منه ماينور سايد كالفرت او كروس كالفرت، تمام. فعايز اطلع منه بقى 2 3 4 زي ما انت عايز. هنكمل مع بعض. هنجيب الماينور سايد كالفرت، هنقول اريا في ماينور سايد كالفرت هتساوي البوينت 4.6 مقسوم على الاثنين، علشان خاطر انا هختار 2 ماينور سايد كالفرت. لو انت عايز تعمل 3 تقسم على 3، عايز تعمل 4 تقسم على 4، هتساوي هنا بتساوي 0.23. يبقى الاريا دي اللي هي برضه هتساوي اكس في واي. انا افترض ان الواي بتساوي 1.5 اكس، من هنا نطلع الاكس ب 4/10 والواي ب 6/10. ده كده الحساب بتاع الاريا بتاعت الكالفرت المسؤوله عن ملء وتفريغ غرفه الهويس. ندخل على الجزء اللي بعد كده اللي هو الدايمنشن اند ستراكشر ديزاين. عندي في الدايمنشن يعني لما باجي اصمم سواء كان بقى منشا خرساني او منشا ستيل او اي منشا تاني زي المنشات المائيه، في فلسفه ان انا عندي ممكن افترض الابعاد وبشيك على ابعاد القطاعات يعني المختلفه وبشيك عليه، تمام. هل القطاع اللي انا افترضته ده هيتحمل الاستريس اللي جاي عليه ولا لا؟ فهو ده اللي هنعمله بالظبط هنا. اول حاجه بنفترض امبيريكال دايمنشن او يعني الامبيريكال دايمنشن بناء على المعادلات التجريبيه، وبعدين نعمل تشيك عليه. هنعمل اول حاجه التشيك على الاستريس، تمام. فالتشيك على الاستريس اللي هو كان بيقول لي ان الاستريس
دايما بيساوي ال n على الاريا في واحد موجب او سالب 6 اي على b، والستريس هنا ما يزيدش عن المسموح بيه. تمام، لو كانت المادة بتاعته خرسانة يبقى ما يزيدش عن اللو بتاع الخرسانة، او لو كان طوب ما يزيدش عن اللو بتاع الطوب. القانون ده يا باشمهندسين هو بالظبط اللي هو ال n على الاريا موجب او سالب ال n في الواي على الاي، ده هو بالظبط، يعني مفيش اي فرق ما بينهم. اشيك على الاوفر تيرمنج. لما بشيك على الاوفر تيرمنج بحسب حاجه اسمها معامل الامان. معامل الامان الفلسفه بتاعته هو عباره عن المقاوم على المسبب. تمام، فالاوفر تيرمنج يبقى مومنت، تمام، هيبقى العزم المقاوم على العزم المسبب، وما يقلش عن الواحد ونص، يعني اكبر منه ويساوي الواحد ونص. اشيك برضو على السلايدنج، فالسلايدنج برضو هنحسب لها معامل امان، فهنا السلايدنج هتبقى عباره عن قوه. قلنا معامل الأمان هو عبارة عن المقاومة على المسبب، هنا قوة هتبقى القوة المقاومة على القوة المسببة. يعني لو عندنا مثلا بلوك أو أي حاجة محطوطة على الأرض كده وأنا عايز أحرك، تمام، حاجة وهي موجودة على الأرض كده هحركها، هبدأ أزقها أدفعها بقوة اسمها تي. تمام، طيب القوة اللي أنا بدفعها بيها أو اللي أنا بزق بيها دي البلوك يعني بيتحرك او يعني لسه ما اتحركش، فانا هزود القوه شويه علشان هو ايه يبدا يتحرك. طب هو في الاول كان معرض لقوه اسمها تي ما كانش بيتحرك، وبعدين لما زودت القوه بدا يتحرك، ايه اللي فرق؟ ما هو وزن البلوك في الحاله دي هو واحد. تمام، فانا عندي اللي بيقاوم الحركه او بيقاوم الدفع اللي انا بدفعه بيه، تمام، واحد هيقول لي وزنه هو يعني مش بالظبط كده، وزنه هو اللي بيقاوم الدفع بتاعي، لا هو الاحتكاك والتلاصق ما بينه وما بين الارض، تمام، هو ده اللي بيقاوم الحركه. تمام، طب الاحتكاك ده جاي منين؟ جاي بالفعل بقى من الايه، من الاحمال الوراثيه اللي هي اسمها الاوزان. تمام، يبقى الفاكتور اوف سيفتي بتساوي الميو في الان على التي. الميو هنا معامل الاحتكاك بالنص الى 75، والان اللي هو السمشن فيرتيكال فورسز او الدبل او الاوزان، والتي اللي هي السمشن بتاع الهوريزونتال فورسز او الاي. الحوائط، عندنا الحوائط بتاعة الهويس، ممكن أعمل الهويس بتاعي الحوائط بتاعته عبارة عن vertical sheet pile بالشكل ده كده، أو إن أنا أعمل lined natural slope. تمام، يعني عندي natural slope أهو الميول الجانبية الطبيعية، أعمل لها عملية إيه lining تبطين أو تكسي. تمام، بس الجزء بتاع البوابات يا باشمهندس، لو أنا عايز أركب البوابة هركبها هنا إزاي؟ تمام، مش نافعة، فبضطر اعمل الجزء بتاع الحيطه اللي هو الثراست وول ده اللي انا هركب فيه البوابات، فبضطر اعمله حيطه خرسانيه فيرتيكال كونكريت او بريك وول. تمام، ونفس الفكره برضه هنا في الجزء بتاع الثراست وول، بعمل اللي هو اللي بركب فيه البوابات لازم اعمله ايه، حيطه فيرتيكال من الكونكريت او الخرسانه، اسف، من الكونكريت او الطوب. ارتفاع الحيطه بقى يا باشمهندسين بحدده ازاي؟ والله انا عندي الكود قال لي ان انا باخد اقصر منسوب للميه، تمام، وبزود عليه وليكن واحد ايه متر. تمام، بس وانا بعمل الكلام ده وانا بحدد المنسوب بتاع الحيطه او ارتفاع الحيطه اللي هو بيساوي منسوب اعلى منسوب ميه زائد متر فوق منه، لازم احط في اعتباري برضو ايه الطريق. تمام، يعني لما يكون في عندي منسوب للطريق، الطريق اللي هو لو كان عندي مثلا هنا ادي الهويس وادي فيه امطره جنب منه وادي الجايد بير، تمام، او الحته بتاعه الهويس اسمها الجايد بير، فلازم احط في اعتباري وانا بحدد ارتفاع الحيطه ده اللي هو منسوب الايه الطريق اللي هيعدي الحركه المروريه فوق من الهويس. هنا الصوره دي مثلا كهويس في مصر، فعندي حوائط الهويس اهي، تمام، وادي عند الوحده الملاحيه، فلقينا ان الطريق ممكن قد يكون منسوب الطريق عالي بالفعل، تمام، وقد يكون ان انا عملت ده كوبري علوي علشان خاطر ما يحصلش اي عطمة بين الحركه الملاحيه والحركه المروريه على الطريق. فملاحظين هنا ان الحيطه ماشيه بمنسوب، وجيت في الجزء ده رحت جاي عامل لها ايه منسوب اعلى علشان خاطر اعمل كوبري علوي وما يحصلش اي تقاطع ما بين الحركه المروريه والحركه الملاحيه. بالنسبة لكده حددت ارتفاع الحيطة. بالنسبة بقى للأبعاد بقى العرضية أو القطاعات العرضية بتاعة الحيطة، والله
ده كده الاشتراطات بتاعة الفول، تمام. فاجي نبص على الرسمة هنا، ادي الحيطة بتاعة اللي هي اللاندنج رول، وادي الحيطة اللي هو الدايت بير. فالكود بيقول لي انها البي واحد بقى من 25 ل 30، من 25 ل 30% من الارتفاع اللي هو الاتش نود، تمام. والبي 2 من 50 ل 60% من الاتش نود، تمام. البي واحد بتاعته ده كبير، هي برضو ايه من 25 ل 30 من الاتش نود، هنا مكتوبه من 20% من الاتش نود، مفيش اي مشكله. يعني ده الكود بيحط لك يعني ارقام بحيث انها تقربك من الهدف، تمام. احنا بعد ما بنفترض الارقام دي ونبدا نشيك على الاسبريز، والله كانت القطاعات سيف خير وبركه، ما كانتش سيف بزود القطاعات، تمام. لكن الابعاد دي ابعاد امبيريكال او معادلات امبيريكال تجريبيه، تمام. بتقربني من الهدف، بتقربني من الارقام الصحيحه. كان الارقام اول ما فرضتها طلعت صحيحه، ولما شيكت على الاستريس طلعت سيف، كان بها ما طلعتش سيف، خلاص ابدا ازودها شويه، تمام. طبعا هنا في اللاندنج وول بنبدا بالاضافه اللي هي الابعاد بتاعت البي 1 والبي 2، في ميل جزء مايل كده، او الميل ده اعمله ميل 1 الى 4، 1 افقي الى 4 راس. الجزء بتاع الثراست وول بقى يا باشمهندسين، معلش بنبدا يعني بدل ما كنا بناخد البي اللي هو عرض الحيطه في اللاندنج او الجايد بير ب 25 30% من الاتش وول، لا هنا بقى البي ناخدها ب 50 ل 60% من الاتش نود من ارتفاع الحيطه، وبتمشي ايه من الاول للاخر، تمام. ده يعني خصوصيه للثراست وول عشان بيركب فيها البوابات، بتتحمل ايه احمال غير اللي هي في اللاندنج وول والجايد بير، الاحمال اللي جايه من البوابات اثناء التشغيل واثناء الصيانه. الاستابيليتي بتاعت اللوك تشامبر، بتاعت اللوك وول تشامبر، لو كان عندي دايما بشيك على الاستابيليتي في حالتين تشغيل، حالتين اللي هو حالة التشغيل وحالة الصيانة، تمام. ده الحالتين اللي بشيك عليهم دايما وانا بصمم اي حيطة من الحوائط، سواء كان ثراست، سواء كان لاندنج، سواء كانت جايد بي، تمام، اثناء التشغيل واثناء الصيانة، تمام. طيب الحيطة نفسها يا باشمهندس، مش ممكن الحيطه دي يبقى فيها سايد كالفرت، ممكن ما يبقاش فيها سايد كالفرت، تمام. لان انا قلت لكم المره اللي فاتت ان انا في عندي طريقتين طبقا للكود ان انا ممكن املا وافرغ بيهم غرفه الهويس. الطريقه المباشره اللي هي الاند سيستم، ده بتبقى عباره عن فتحات جوه البوابات نفسها، تمام. وبالاضافه الى سايد كالفرت موجود جوه الثراست وول فقط، تمام. لكن اللاندنج وول والجايد بير ما بيبقاش فيهم اي ايه لونجيتيودونال ايه كالفر، تمام. ده في الاند سيستم، يعني الحوائط في اللاندنج وول والجايد بير في طريقه الاند سيستم او الطريقه المباشره طبقا للكود المصري ما بيبقاش فيهم اي ايه كالفر، ما بيبقاش فيهم اي فتحات، تمام. لكن الثراست وول دايما بيبقى فيها فتحات، سواء بقى كان الفتحات اللي هي موجوده في الثراست وول عملت معاها فتحات جوه البوابات او لا، بس بيبقى موجود في ايه فتحات جوه الثراست وول. طيب لما يكون عندي الحيطه بقى اللي هو حاله البرابخ الملء والتفريغ خارج الحائط، او الحيطه نفسها مفيش فيها فتحات، تمام. فده يعني مثال سهل وبسيط جدا جدا، زي ما كنتوا بتعملوا الريتيننج وول، هنشيك على الاستابيليتي بتاعتها زي الريتيننج وول بالظبط، مفيش اي ايه اختلاف، تمام. الكيس اوف لودنج اللي زي ما قلت لكم عندي حالتين، حاله اثناء التشغيل والحاله الثانيه اثناء الصيانه. ده الحاله بتاعت اللاندنج وول اثناء التشغيل، في عندي هنا ووتر في اللوك تشامبر، في عندي ميه في غرفه الهويس، بالاضافه الى الناحيه الثانيه هنا موجود فيه سويل وموجود فيها ايه منسوب من الماء الجوفية، يعني الجزء اللي تحت السويل مشبع تماما بالمية والجزء اللي فوق السويل دراي. فده يعني بنعمل الأحمال بتاعتنا هنا، سواء كان أحمال السويل والماء الجوفية هنا، والأحمال بتاعت ضغط المية هنا، تمام. وبناخد قطاعات مختلفة من الحيطة وبنبدأ إيه نشيك على الستريسز وعلى السلايدنج وعلى الأوفر تيرنينج عند كل قطاع من القطاعات المختلفة.
ده لما تكون اثناء في الحاله الثانيه اللي هي اثناء الصيانه، تبقى عند غرفه الهويس فاضيه ما فيش فيها اي ايه ماي. الحاله دي بقى بيبقى فيها عندي هنا ايه صويل، وجواها منسوب مياه جوفيه. ده مثال بسيط، ده يعني باجي قبل الحيطه بتاعتي اهي، وباخد قطاعات مختلفه، واحد واحد، اثنين اثنين، ثلاثه ثلاثه، اربعه اربعه. بشيك عند القطاعات المختلفه دي على الاستريسز وعلى الاوفر تيرنينج وعلى السلايدنج. ففي الامتحان او الوقت بتاع بيبقى محدود، ففي الغالب لما باجي اشيك بشيك على القطاع اللي هو اربعه اربعه. تمام. نشوف بنحسب العملية دي ازاي. نفترض مثلا انا عندي القطاع رقم واحد واحد ده، بشيك على الاستريسز عند القطاع ده. تمام. باجي باخد كل حاجة فوق القطاع ده لحد القطاع بالظبط، يعني ال دبليو واحد ومثلث السويل اللي موجود فين عند القطاع ده. تمام. وباخد احمال الجانبية اللي هيبقى هنا عندنا الكيف الجاما في الاتش لحد القطاع الواحد واحد ده. بطلع هنا الأحمال الرأسية اللي هي الوزن بتاع الحيطة ووزن التراب، والأحمال الأفقية اللي هي في الحالة دي لحد سيكشن واحد واحد اللي هو هيساوي الضغط الجانبي للتربة الجافة. تمام. فأنا طلعت النورمال فورسز أو ال N واحد اللي هي الأحمال الرأسية، وطلعت الهوريزونتال فورس اللي هي ال H واحد. تمام. باجي عند السنتر بتاع القطاع. تمام. واحسب المومنت، احسب المومنت بتاعت القوه دي كلها عند الايه السنتر بتاع القطاع. تمام. يعني اخد دبليو واحد في ذراعها، دبليو اتنين في ذراعها، اي اوزان او اي احمال راسيه في ذراعها عزمها، ونفس الفكره برضو الاحمال الجانبيه. تمام. بطلع المومنت عند السنتر بتاع القطاع وليكن ام واحد. تمام. فطيب عايزين نحسب بقى مكان تأثير المحصلة. طبعا المحصلة بتاعت القوة اللي هي الرأسية والقوة الأفقية كلها اللي هي المحصلة هنسميها الار واحد دي. تمام. مكان تأثيرها فين بقى؟ معرفوش. فأنا هحسبه ازاي؟ يعني هجيب المومنت اللي أنا حسبته عند السنتر اللي هو اسمه ام واحد، أروح جاي أقسم الام واحد على الان واحد، هتدينا حاجة اسمها الاكسنتريستي اللي هي الاي. تمام. والله لو كانت الاي دي يعني اللي هي النقطة اللي محصلة القوة بتأثر فيها موجودة جوه التلت الأوسط للقطاع بتاعي، خلاص يبقى الإجهادات المتولدة تبقى عندي كلها إجهادات إيه؟ كومبريشن. تمام؟ تخيل يا باشمهندس إن أنا عندي القطاع بتاعي هقسمه تلات تلات، أدي تلت، التاني، التالت. تمام؟ من السنتر لاين كده لحد نهاية التلت الأوسط، يعني ده كده لو نفترض إن القاعدة كلها عرضها اسمه بي. تمام؟ أو هنا اسمه وليكن دي. دي واحد. تمام. طيب الدي واحد ده نقسمها ثلاث اجزاء، ادي دي واحد على ثلاثة ودي واحد على ثلاثة ودي واحد على ثلاثة، يعني تلت تلت تلت. تمام. المسافة بقى من السنتر لاين لحد نهاية التلت الاوسط هتبقى اسمها دي واحد على ستة. تمام. اللي هي موجودة عندنا في القانون اللي هو ستة اي على البي او على الدي. تمام. فلو كان عندي محصلة القوة وقعت جوه التلت الاوسط دون، سواء كان بقى على اليمين او على الشمال، هتبقى الاجهادات عندي كلها موجوده ايه بالشكل شبه المنحرف ده. لو كانت متطرفه الناحيه دي، يعني ناحيه نهايه التلت الاوسط اللي هو على ايدك اليمين، هيدينا الاجهادات بالشكل ده كده. تمام. طب لو كانت متطرفه الناحيه الثانيه، يعني ناحيه نهايه التلت الاوسط بس من الناحيه دي، لا هيبقى شبه المنحرف في الحاله دي ايه معكوس. تمام. يعني الاف واحد هتبقى قيمتها اكبر من الاف اتنين. نبدأ نشيك على الاستريس عندنا اللي هو بالعلاقة دي اللي هي الان على الاريا موجب او سالب الام واي على الاي، هي هياها اللي هي الان على الاريا واحد موجب او سالب ستة اي على البي. تمام. الناس لو عايزة العلاقة دي، هي دي العلاقة دي. الام مش احنا قلنا عليه من شوية ان حسبت الام على الان بتساوي الاي، يعني الام هو عبارة عن كام؟ الان في الاي. لو انا شلت الام هنا احط المكافئ بتاعها اللي هو الان في الاي. تمام. والواي هتبقى عباره عن كام؟ عباره عن البي على الاثنين. تمام. والانرشي هتبقى عباره عن كام؟ عباره عن الموازي في العمود التكعيب على 12 اللي هي 1 في البي تكعيب على 12. تمام. ال 12 مع الاثنين يفضل لنا 6. تمام. ال 6 دي اللي هي مقام بسط تطلع فوق. تمام.
واطلع اخد بقى اصف العمليه كلها، هوصل في النهايه للعلاقه دي. دي هي دي لو حد عايز يثبتها يعني. بالنسبه للغايه دير قلنا برضو ان هو لو في حاله برابق المال او التفريغ يعني موجوده بس جوه الفراست وول واللاندنج وول والغايه دير مفيش فيهم اي فتحات، فبرضو هتبقى يعني حاجه سهله وبسيطه خالص. بنفس حاله التحميل اللي هو الحاله الاولى اثناء التشغيل، في عندي هنا ميه والناحيه التانيه هنا في ميه، تمام. لكن في حالة الصيانة يبقى في هنا مية والناحية التانية مفيش أي إيه مية، يعني غرفة الهويس إيه تقدر أي أو جافة، تمام. طب المية دي جت من هنا بشمهندس من عندي هنا بيبقى في أمطار، تمام، أو في هضاب أو في سد أي حاجة أنا عامل جنب منها الهويس، فغصب عني يبقى في إيه مناسيب للمية في ناحية من الحيطة والناحية التانية ما بيبقاش فيها أي مناسيب للمية. طيب الحالة اللي بعد كده حالة برابح في الملء والتفريغ بطول الحائط. والله عندي بقى ايه في الحتة دي هنقول فيها شوية كلام زي ما احنا ايه هنشوف كده. والله هيبقى عندي لما يكون عندي البرابخ موجودة جوه الحيطة هيبقى عندي حالتين، تمام. ده البربخ موجود جوه الحيطة اهو، تمام، وعرض اسمه بي، تمام، وعرض الحيطة كله اسمه بي كابيتال، تمام. لو كان عندي البي سمول على البي كابيتال دي اقل من النص، تمام، هيبقى زيها زي الحيطه اللي فاتت خالص، ما فيش فيها اي اختلاف غير ان انا بس لما اجي احسب الاستريس، تمام، هتبقى الاريا عندي اللي هي المساحه ده هي بس اللي هي الحته دي والحته دي اللي هو هخصم المساحه بتاعه الفتحه اللي هي اسمها بي، تمام. ده الاختلاف الوحيد، تمام. ولما اجي احسب الانيرشيا برضه هحسب الانيرشيا الخاصة بالجزء ده والجزء ده فقط، تمام؟ يعني بخصم الانيرشيا بتاعت الايه؟ البي سمول بار، تمام؟ ده لما يكون وبرسم الاجهادات بتاعتي بتبقى على شكل ايه؟ شبه منحرف هنا وشبه منحرف هنا، تمام؟ طيب ده في حالة ان البي على البي اقل من النص. طب لو كان عندي بقى البي على البي اكبر من او يساوي نص، يعني عندي وليكن مثلا لو كان عندي عرض الحيطة من تحت ككل بخمسة متر، تمام، وعندي السايد كالفرت اللي موجود جوه ده باتنين متر، فالاتنين متر على الخمسة هتديني أقل من كام؟ من النص، تمام. لكن لو كان عندي مثلا البي ده باتنين ونص فيما فوق، تمام، يبقى اتنين ونص على خمسة بأكبر من أو يساوي النص، تمام. يبقى احنا شغالين في الحالة التانية دي. الحالة التانية دي بعملها ازاي يا باشمهندسين؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الشريحة اللي جاية. بس في الحالة دي بتبقى عندي الحيطة بقسمها إلى إيه؟ جزئين بالشكل ده كده، والقوة عندي يعني بص في الرسمة دي كده باجي عند القطاع اللي هو فوق من السايد كالفرت على طول، تمام، وبحسب الأحمال بتاعتي كلها اللي اسمها آر، وبقسمها بقى إيه؟ حتتين، حتة الجزء من الحمل اللي اسمه آر واحد هيروح للحيطة دي، تمام، وجزء من الحمل اللي اسمه آر اتنين هيروح للحيطة دي، تمام. ار واحد وار اتنين هو المحصلة بتاعتهم اللي هي الار كابيتال دي، تمام. بعد ما قسمت الار لار واحد وار اتنين وجزء راح للحيطة دي وجزء راح للحيطة التانية، تمام، هاجي على الهوريزونتال فورس عايز احسب بقى انا ايه او ارسم الاستريسز عند الايه البيد هنا، تمام، عند الليفل ده كده. هنعمل الكلام ده يا باشمهندسين بالتفصيل في الشريحة اللي جاية، تمام. دي الحالة اللي هي بتاعتنا اللي هي البي على بي أكبر من أو يساوي النص، تمام. عايز بقى يا باشمهندس بعد ما حصلت على القوة ار دي أحللها لإيه؟ لجزئين اللي هو الار واحد والار اتنين. طيب أنا في الأول بقى يا باشمهندس جاي باجي على بداية الكالفر اللي هو تحت هنا ده كده بس الكالفر، باجي على أعلى منسوب له خالص كده وأروح جاي واخد إيه؟ قطاع اللي اسمه سي سي، تمام. القطاع اللي هو اسمه سي سي بقى ده بروح جاي حاسب كل الاحمال الرأسية عليه، تمام. في القطاع السي سي ده ايه الاحمال الرأسية اللي عليه يا باشمهندسين؟ عبارة عن الوزن بتاع الايه؟ شبه المنحرف ده اللي هو الجزء من الحيطة اللي هو على شكل شبه منحرف، بالاضافة لايه يا باشمهندسين؟ بالاضافة للمثلث بتاع السويل ده، تمام، عشان عندي السي اهو فوق منها الجزء بتاع السويل ده كله، تمام. ف
فيبقى عندي الأحمال الرأسية المؤثرة على القطاع اللي هو سي سي ده، تمام، هي عبارة عن وزن الحيطة اللي هو شبه المنحرف أهو حد السي سي، تمام، بالإضافة لوزن المثلث اللي هو بتاع السويل ده لحد الليفل سي سي، تمام. طيب ده كده انحسبت النورمال فورس او اللي هي الاحمال الرأسية اللي اسمها الام، تمام. عايز احسب بقى الاحمال الجانبية، هاجي برضو احسب الاحمال الجانبية لحد القطاع اللي هو اسمه سي سي، تمام. هحسب بقى الاحمال الجانبية سواء كان بقى احمال سويل لوحدها لو هي هنا التربة جافة اللي هو دراي، او الجزء من التربة جاف او الجزء التاني تحت سطح المية اللي هو ساتوريتد، فابدأ احسب الاحمال الجانبية لحد القطاع اللي اسمه سي سي ده، تمام. طيب انا من اللي عندي حسبت الاحمال الرأسية اللي اسمها ان، وحسبت الاحمال الجانبية او الافقية اللي اسمها الاتش، تمام، اللي هما المحصلة بتاعتهم اللي هي اسمها ار. جميل. طيب انا بقى يا باشمهندس عايز اقسم القوة ار دي اللي هي المركبة الرأسية بتاعتها اسمها ان والمركبة الافقية بتاعتها اسمها اتش، تمام، عايز اقسمها جزئين اللي اسمه ار واحد وار اتنين. الجزء من ار واحد هيروح على الجزء ده من الحيطة الحتة دي، وار اتنين هيروح على الجزء ده من الحيطة، تمام. طيب الار واحد والار اتنين هحللها برضو الان واحد واتش واحد، وهحلل الار اتنين لان اتنين واتش اتنين، تمام. بس انا وصلت للمرحلة دلوقتي ان انا عارف الان وعارف الاتش اللي هو المحصلة بتاعتهم ار. طب احسب بقى الار واحد والار اتنين ازاي؟ اللي هما اوتوماتيكلي هحسب منهم الان واحد والان اتنين، تمام. عندك في ايه طريقتين او يعني مسارين ان انا احسب منهم الايه الان واحد والان اتنين. اول حاجة يا باشمهندس، انا بعد ما حسبت الان وحسبت الاتش اجي برضه يا باشمهندس اروح جاي حاسب المومنت عند السنتر، تمام، بتاع القطاع اللي اسمه سي سي ده، تمام، واحسب بعد ما حسبت المومنت عند القطاع اللي هو عند السنتر بتاع القطاع اللي هو سي سي، اروح جاي اقسمه على الان، تبقى الام على الان هتديني حاجه اسمها الاكسنتريستي، تمام. الاكسنتريستي دي اشوفها جوه الثلث الاوسط ولا مش جواه، ما علينا انها سواء كانت جوه الثلث الاوسط ولا لا، ادخل في القانون على طول اللي هو بتاع الاف واحد اتنين بيساوي الان على الاريا في واحد موجب او سالب ستة اي على الدي، تمام. اطلع او ارسم من خلال العلاقه دي الالهابات اللي هي انا خد بالكم ان انا كل ده شغال عند المستوى اللي اسمه ايه سي سي، تمام. يبقى الاجابات اللي انا هرسمها دي اللي هي جايه من القوه اللي هي اسمها ار اللي هي المركبه الرأسيه بتاعتها اسمها ان والمركبه الافقيه بتاعتها اسمها اتش، تمام، ارسم من خلالها الايه الاجهادات دي، تمام، الاجهادات دي عند الليفل اللي اسمه ايه سي سي، تمام. بعد ما رسمت الاجهادات دي يا باشمهندسين اجي عند النقطة بقى، مش انا حددت المسافة اللي هي اسمها الاكسنتريستي اللي هو النقطة اللي بتأثر فيها المحصلة على المستوى اللي هو اسمه سي سي ده، تمام. اجي بالنقطة دي اللي هي انا حددتها اللي هي الاي بقى، واروح جامعها الاي اللي هي المسافة بين السنتر ونقطة تأثير المحصلة، تمام. هنزل بخط كده يا باشمهندسين، تمام، في الخط ده اللي هو تحت الان مباشرة، تمام. فأنا أصلا عارف الاف واحد وعارف الاف اتنين اللي هو من القانون اللي هو اف واحد واتنين هيساوي الان على الاريا وفي واحد موجب او سالب ستة اي على البي، تمام. فانا عارف شبه المنحرف ده، عارف الاف واحد وعارف الاف اتنين، الاف تلاتة اجيبها بالتشابه، تمام. الان بقى واحد والان اتنين يا باشمهندسين عبارة عن ايه؟ اللي هي المساحة بتاعت الان واحد هتبقى المساحة بتاعت شبه المنحرف اللي الناحية دي، والان اتنين هتبقى المساحة بتاعت شبه المنحرف اللي الناحية دي بتوصل فين في السنتر بتاع المساحة دي، بتوصل في السنتر بتاع المساحة دي، تمام. طيب دي طريقة. الطريقة التانية يا باشمهندس ان انا احسب بيها الان واحد والان اتنين، اهي ادي الان واحد وادي الان اتنين، اللي هي عبارة عن كام بقى؟ الاف واحد زائد الاف تلاتة اللي هو التركيز بتاع المساحة دي. دي مساحة شبه المنحرف عبارة عن القاعدة المتوسطة في الارتفاع، القاعدة المتوسطة اللي هي عبارة عن اف واحد زائد الاف اتنين على الاتنين مضروب في الارتفاع اللي هو الطول ده. الطول ده يا باشمهندس عبارة عن ايه؟ عبارة عن المسافة من نقطة تأثير المحصلة، تمام، اللي هو شايف نقطة تأثير المحصلة اهي، تمام، عبارة عن المسافة من هنا لحد هنا، ده اللي هي المسافة دي، المسافة دي اللي هي عبارة عن المسافة دي اللي هي اسمها ال ايه؟ واحد داش،
تمام، يبقى ال n واحد هتساوي ال f واحد زائد ال f تلاته مقسوم على الاثنين مضروبه في ال l واحد بار. طب ال n اتنين نفس الفكره، اللي هي هتساوي ال f تلاته المساحه بتاعت شبه المنحرف ده اللي هو القاعده المتوسطه في الارتفاع، القاعده المتوسطه اللي هو ال f اتنين زائد ال f تلاته، f اتنين زائد ال f تلاته على الاثنين دي القاعده المتوسطه في الارتفاع اللي هو المسافه ده اهي، تمام، اللي هي المسافه من ال n دي من نقطه تأثير ال n اللي احنا كنا حاسبينها من خلال ال m على ال n اللي هي الاكسنتريستي، تمام، من ال النقطة دي حد دي اللي هي بتساوي كام؟ ال 2 دي، خلاص يبقى ال 2 بتساوي اف 2 زائد اف 3 مقسوم على ال 2 مضروبة في كام؟ في ال ال 2 ده. ممكن احسب ال ان 1 وال ان 2 يا باشمهندسين عن طريق ان انا اجي هنا عند النقطة دي كده اللي هي نقطة ال ان 1 واروح جاي واخد ايه؟ العزوم عندها، تمام؟ عشان عندي ال ان دي هتتقسم لحتتين او لجزئين ان 1 وان 2، خلاص انا عارف المسافات اللي هي المسافه بين النقطه بتاعه تاثير المحصله دي، تمام، وعارف انا النقطه بتاعه تاثير ال ان 1 وعارف النقطه بتاعه تاثير ال ان 2 اللي هو بالشكل ده، تمام. اجي اخد العزم هنا هتبقى ال ان 2 في المسافه دي بتساوي ال ان في المسافه دي، المجهول الوحيد اللي عندي هو ال ان 2. احسب ال ان 1 ازاي؟ اجي عند ال ان 2 واخد العزوم عنده، تمام، هيبقى فاضل عندي ال ان 1 في المسافه دي بيساوي ال ان في المسافه دي، تمام، يطلع عندنا ال ان 1 وال ان 2 بالشكل ده كده، ال ان 1 هتساوي ال ان في ال 2 مقسوم على ال 1 زائد ال 2، وال ان 2 هتساوي ال ان مضروبه في ال 1 مقسوم على ال 1 زائد ال 2. ال 1 وال 2 اللي هي المسافه ما بين المحصله دي ال ان 1 و الN. المسافة ال 2 هي عبارة عن المسافة ما بين ال N و ال N 2 غير ال L 1 داش غير ال L 2 داش اللي هي المسافة من هنا لحد نهاية القطاع، من المسافة من هنا لحد نهاية القطاع. طب خلاص نمشي، نتمنى إن شاء الله إنها تكون إيه واضحة. بعد ما عملت العملية دي كلها وحسبت ال N 1 وحسبت ال N 2 محتاج أحسب ال إيه؟ ال H 1 ومحتاج أحسب ال H 2، تمام؟ ال H1 وال H2 سهلة وبسيطة خالص، عشان أنا عندي ال R دي اللي هي المفصلة بتاعة ال N وال H، تمام؟ أقسمها جزئين R1 و R2، هيبقوا الجزئين موازيين لها، تمام؟ المفصلة هقسمها جزئين موازيين لها، تمام؟ يعني زاوية الميل بتاعتهم إيه؟ واحد، فأنا عندي زاوية الميل هي N على ال H، تمام؟ تاني الزاوية، تمام؟ هتساوي ال N على ال H. مش ال n على ال h دي اللي هي تاني الزاوية اللي هي بتساوي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، يعني ال n على ال h هتساوي ال n 1 على ال h 1 هتساوي ال n 2 على ال h 2. ال n على ال h معروفة وال n 1 وال n 2 معروفة، هجيب ال h 1 وهجيب ال h 2، تمام؟ يعني ال n على ال h بيساوي ال n 1 على ال h 1 بتساوي ال n 2 على ال h 2، من هنا هجيب ال h 1 وال h 2. كده انا عرفت ال n 1 وال h 1 وعرفت ال n 2 وعرفت ال h 2، تمام؟ ال n وال h اللي هي سواء كانت n 1 وال h 1 وال n 2 وال h 2 هي عباره عن بقى يعني انا كده كان بالظبط شلت الجزء ده كده بالتراب ده كله، تمام؟ واستعطت عنه بال n 1 وال h 1 وال n 2 وال h 2، فالجزء ده اللي هو ال n 1 الجزء ده اللي هو ال 1 وال h 1 هيبقوا من نصيب الجزء ده من الحيط اللي هو تحت منسوب الايه؟ ال سي سي ده، تمام؟ اللي هو الجزء ده من الحيطه هيبقى من نصيبه ال n 1 وال h 1، والجزء ده من الحيطه اللي هو تحت الليتل سي سي ده هيبقى من نصيبه ال n 2 وال h 2. طيب لحد كده يا باشمهندسين، واحد يقول لي طب كده المساله خلصت؟ لا، اقول له لا تعالى بقى، ده احنا عايزين ننزل عند الليفل ايه؟ اللي هو سي داش سي داش ده اللي هو الليفل بتاع القاعدة ده من هنا، تمام؟ القطاع بقى عندي او الحيطة عندي هتبقى مقسومة لحتتين، الحتة دي تمام اللي هي العرض بتاعها اسمه دي واحد، والحتة دي اللي هو العرض بتاعها اسمه ايه؟ الدي اتنين، تمام؟ عايز ارسم الاستريس بقى عند الليفل ده، يعني عند الدي واحد وعند الايه؟ الدي اتنين، تمام؟ هاجي اقول الجزء ده من الحيطة يا باشمهندسين هيبقى واقع عليه ايه؟ هيبقى جميل، هيبقى واقع عليه الاحمال الراسيه والاحمال الافقيه. الاحمال الراسيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ال n 1 زائد ال w 1 بس، لا لسه في ايه؟ لسه الجزء ده من الصيب،
اللي هو البيز على شبه على شكل شبه منحرف ده، اللي هو بلو سي سي داش ده، وانا طالع فوق اهو تمام. وبعد يقول لي ما انت خدته مع الجزء اللي هو الحيطه اللي فوق، اقول له لا انا خدت الجزء المثلث ده اللي هو كان لحد المستوى سي سي، لكن انا عندي شبه المنحرف ده تمام، ده اللي هيأثر ليا فعلا بقى، لانه واقع على الحيطه الجزء السفلي من الحيطه من اول المنسوب سي لحد المنسوب ايه سي دالتا تمام. يبقى عندي الاحمال الرأسية اللي هتقع على الحيطه دي، الجزء ده من الحيطه، هي عباره عن ال N واحد زائد ال W واحد زائد ال V تمام. طيب بالنسبه للجزء ده من الحيطه، ايه الاحمال الرأسية اللي واقع عليه؟ ال N اتنين زائد ال W اتنين تمام. طيب انا كنت في الاول يا باشمهندس لحد مستوى السي سي ده، كنت اخدت القوه الهوريزونتال اللي جايه لحد مستوى السي سي دي، وحسبت منها الاتش واحد وحسبت منها الاتش اتنين تمام. طيب انا عندي الليفل ده عايز احسب القوه الافقيه برضه، فهتقول لي طب ما انت كنت اخدتها لحد المستوى سي سي، اقول له جميل اللي حسبت منهم الاتش واحد والاتش اتنين حلو، يبقى خلاص بقى افوت الجزء اللي فوق ده اللي انا حسبت منه اتش واحد واتش اتنين، ويفضل ليا الجزء اللي تحت ده تمام، اللي هو على ارتفاع مثلا واي واحد ده تمام، احسب منه القوة الافقية تمام، اللي اسمها الاي اتنين. الاي اتنين بقى دي هقسمها على الحيطة دي وعلى الحيطة دي. نيجي نشوف الاحمال الرأس، خلاص احنا قلنا الاحمال الرأسية المؤثرة على الجزء ده من الحيطة، قلنا الاحمال الرأسية المؤثرة على الجزء ده من الحيطة. طب الاحمال الافقيه المؤثره على الجزء ده من الحيطه هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الاتش واحد اللي انا هنزلها من فوق لتحت تمام، زائد تلتين الاي اتنين. انا لسه حاسب حاجه اسمها الاي اتنين اللي هو الاحمال الجانبيه على ارتفاع الواي واحد ده، اللي هو من المنسوب سي سي لحد المنسوب سي داش ايه سي داش تمام. هاخد تلتين الاحمال الافقيه احطها مع الحيطه دي تمام، والتلت اللي هيفضل يروح للحيطه الثانيه تمام. يبقى عندي الاحمال بقى على الحيطه دي، الاحمال الافقيه هتبقى عباره عن الاتش واحد زائد تلتين الاي، والاحمال الافقيه على الحيطه دي هتبقى عباره عن الاتش اتنين زائد تلت الاي تمام. ده الكلام يعني. طيب بعد ما جبت الاحمال هنا يا باشمهندس وجبت الاحمال هنا، ابدا ارسم الايه الاستريس تمام. خلاص انا جبت الاحمال، احسب المومنت عند السنتر بتاع القطاع، هيبقى عباره عن سمشن الفورسز في كل في ذراع العزم، يعني كل قوه في ذراع عزمها تمام، واحسب المومنت واحسب من خلال السنتريستي، واعوض في القانون على طول، سواء كان بقى الاف بتساوي او اف واحد اتنين بتساوي الام على الاريا في واحد ميجا سالب ستة اي على بي، او الام على الاريا موجب او سالب الام في الواي على الار عند القطاع ده، واعمل نفس الكلام عند القطاع ده، احصل على الاستريس عند دي واحد اللي هو الشكل ده خاص بالجزئية دي تمام، والشكل ده اللي هو الاستريس عند دي اتنين اللي هو الجزئية دي، يعني ده خاص بالجزء ده من الخريطة وده خاص بالجزء ده من الخريطة. مثال سريع كده وسهل على الجزئية دي، مدينا مثلا يعني هو طبعا انت في المسألة او في المسألة يقول لك مثلا صمم ليه هويس بحيث ان هو يسمح بمرور الوحدة الملاحية اللي ابعادها كذا، فانت بتبدأ الاول تطلع ابعاد غرفة الهويس وتحسب وتفترض الزمن اللازم لملء وتفريغ الهويس وتطلع من خلاله ابعاد السير كالفرت، وتبدا تعمل الامبيريكال دايمنشن بتاعه الحيطه، وتبدا تشيك على الاستابيليتي والاستريسز بتاعتها تمام. لكن هنا في المساله دي اديك الحيطه تمام وده ابعادها، وعايزك ايه تشيك على الاستريسز في عند السكشن واحد واحد تمام، ادي سكشن واحد واحد اهو تمام، وادي سكشن اثنين اثنين تمام. فبيقول لي شيك ذا ستابيليتي اوف ذا شون لاندنج بول ات سكشن 1 اند 2، والمقاطع بتاعتنا اللي هي الرسمه دي زائد في الانترنال فريكشن عند 30، والدراي دنسيتي 1.8 طن على متر المكعب، والساتوريتد دنسيتي 2.2 طن على متر المكعب. فمدينا هنا 2 جامع للسويل، واحده الدراي اللي هي فوق سطح الميه فوق سطح المية، والجزء اللي هو الساتوريتد هيبدأ
خاص بالسوق اللي تحت منصوب سطح المعمل، تمام. وهنا انتي شامبر يعني مفيش اي ايه بطوط مائية ناحية. اول ما ابص على المسألة كده يا باشمهندسين، طالما فيها فتحة سطح كلفر يعني عندي البعد ده كده، اعمل تشيك سريع كده، البعد ده عبارة عن كام؟ 2 و2.5 و3 اللي هو عبارة عن 7.5. طيب والبعد بتاع السطح كلفر ده عبارة عن كام؟ 2.5. واحد يقول لي معلش هو اشمعنى ليه هنا ده 2.5 وهنا ده ب2؟ المفروض ان احنا بنعمل العكس، فنقول ده انها حيطة ايه؟ حيطة يعني حوائط حاملة، تمام؟ فما فيش مشكلة يعني، ده مثال بس ايه للتوضيح. لكن انت وانت بتصمم المفروض عشان تقلل عرض الحوائط دي لا تعملها بقى العكس، تعمل ليها مثلا ده 2 في 2.5 او 1.5 في 3 متر، تمام. فمش هنقف كتير عند الجزئية دي، بس ايه ده مثال يعني توضيحي سريع. اول حاجة باجي طبعا احنا قلنا هنا ان البعد ده كله ب7.5 وده ب2.5، لما نيجي نقسمهم على بعض اللي هو 2.5 على 7.5 يطلع اقل من او اقل من النص، فيبقى انا شغال ايه في الحالة الاولانية، تمام، اللي هو اشتغل عادي خالص، واجي اقسم الايه الجزء ده في المساحة وفي الانرجي، مفيش فيه اي مشكلة. فهنا عندي الحيطة بتاعتي أول ما أبص عليها كده أروح جاي بادئ مقسمها لإيه؟ لأشكال منتظمة، بحيث إن أنا أبقى عارف السنتر بتاع كل شكل، عشان لما أجي أحط أو أركز فيه القوة بتاعتي، سواء كانت وزن أو سواء كانت قوة ناتجة عن الووتر بريشر أو الإير بريشر، تمام. فنقسم الشكل بتاعنا بالشكل ده، مستطيل ومثلث ومثلث ومستطيل وإلى آخره. نقسمه لإيه؟ للمستطيلات والمثلثات. ده الشكل اللي أنا ببقى عارف المستطيل هيبقى السنتر بتاعه في النص، تمام، والمثلث هيبقى السنتر بتاعه في التلت والتلتين. غير لو كان عندي ده شبه منحرف سايبه كده، وسهل جدا إن أنا أحسب له الوزن، مساحات شبه منحرف، تمام، مضروب في الواحد اللي هو الواحد عمودي يعني على الرسمة، مضروب في الجاور. طب أنا أحط الوزن بقى بتاع شبه المنحرف ده فين؟ هتبقى العملية رخمة أو صعبة، تمام. فقسمه لإيه؟ لمستطيل ومثلث وهكذا. نبدأ نحسب الأحمال الرأسية بتاعتنا اللي هي دبليو 1 دبليو 2 لحد دبليو 10. الدبليو 1 هتبقى عبارة عن 3.5 مضروبة اللي هو 3.5 البعد ده مضروب في البعد اللي هو المساحة، يعني ده منسوب 4 وده منسوب 10، يبقى 3.5 مضروبة في 6 مضروبة في 2.2 اللي هو القيامة بتاعة البلينك 3، تمام، يطلع بالرقم ده. وهكذا اللي هو الدبليو 2 هتبقى نص طول القاعدة في الارتفاع مضروبة في 2.2 اللي هو نص في الواحد ونص في 6 في 2.2. أكمل بقى الدبليو 3 والدبليو 4 والدبليو 5 بنفس الفكرة. أجي بقى هنا يا باشمهندسين ألاقي في عندي إيه سطح المية هنا، ده الشكل ده كده زي ما أنا ماشي بالماوس، ده عبارة عن بلين كونكريت، تمام. لكن من أول هنا كده كده ده كده صلب، تمام. وفي عند الايه الجراوند ووتر تيبل على منسوب كام؟ 8، يعني تحت سطح الارض الطبيعيه بكام؟ ب2 متر. فاجي هنا اقسم ده مثلث اهو، والمثلث الكبير ده اقسمه لمثلث ومستطيل ومثلث، تمام، وده اقسمه لمستطيل ومستطيل وهكذا، تمام. واحد يقول لي طب معلش يا دكتور، طب ليه قسمت المستطيل الكبير ده لمستطيلين؟ ما انا سهل جدا ان انا اعرف السنتر بتاع المستطيل يعني، تمام، اللي هو اصلا هيبقى في النص او فوق او تحت، تمام. اقول لك الجزء اللي فوق ده هضربه في الجاما براي، تمام، لكن الجزء اللي تحت الميه ده هضربه في الايه؟ في الجاما ساتوريتد، تمام، مش الجاما صب ميرج، لا هضربه في الجاما ساتوريتد لان انا بحسب اوزان، لكن في الجاما صب لكن لما اجي احسب الضغوط هضربه في الايه؟ في الجاما صب ميرج، تمام. فانا هنا قسمت الجزئين، تمام، واي حاجه فوق السطح الميه غير سطح الميه، لان هنا ده هتبقى جاما دراي وهنا جاما ايه ساتوريتد في الاوزان، تمام. طيب يبقى نيجي نبص مثلا هنا على ال دبليو 8، ال دبليو 8 ده 2 وده 2، يبقى ال دبليو 8 عباره عن 2.5 في 2 في 1.8، البعد ده ب2.5، تمام، يبقى 2.5 في 2 في 1.8. طب ده ال دبليو 8، طب ال دبليو 10، تمام، هيبقى عبارة عن كده اهو 2.5 في 4 في 2.2، هنا كنت ضارب في
1.8 اللي هي الجاما بتاعة السول الدراي، هنا ضربت في 2.2 اللي هي الجاما بتاعة السول الساتوري، وهكذا بقى ال W6 و W7 و W9 تمام. أحسب الأوزان بتاعته كلها وأتأكد بصف كل وزن الإيه الرقم بتاعه، وسميشن الأوزان كلها اللي هي هتبقى طبعا مؤثرة على عند الليفل 2.2 ده 151 إيه طن. نيجي نحسب الإير بريشر أو الأحمال الجانبية اللي هي اللاترال إيه بريشر تمام. أنا عندي في عندي هنا 600 كيلو جرام على المتر المربع، ده اللي هو اللايف لود الحمل الحي. نيجي نحسب بقى الإيه اللايف لود ده، أنا عندي لما أجي أحسب الحمل الجانبي بتاعه أو اللاترال بريشر بتاعه بضربه على طول في الكي بتاعة السويد تمام. أنا عندي الكي هو مديني زاوية الفاي اللي هو الانترنال أنجل بتاعة السويل internal friction angle ب 30، اللي هي الكي ده بتساوي كام؟ 1.5 × 1.5 يطلع ب 33 من مل تمام. يبقى الاي واحد هتساوي البوينت 6 اللي هي 600 كيلو جرام، يعني خليتها بوينت 6 مضروبة في البوينت 33 اللي هو عبارة عن الكي بتاع السويل تمام، اللي هي ب 2/10. الاي 2 بقى اللي هو الجزء ده كده، انا عندي هنا سطح المايه، يبقى جاشر الخط كده وارسم المثلث بتاع اللي هو بتاع السويد ده كده، الكي في الجاما في الاتش تمام. اللاترال بريشر بتاعة السويد عبارة عن الكي في الجاما في الاتش تمام، الكي ب 33 من 100، الجاما ب 1.8 في الاتش بكام؟ ب 2 تمام. يبقى هنا 1.8 في 2 في بوينت 3 بتساوي كام؟ 1.2 تمام. نحسب برضو الاي 3 تمام، الاي 3 اللي هي طبعا انا وقفت لحد ما تسيب سطح الميه، اروح جاي نازل بخط ايه راس تمام، اي جنب منه كده، واعمل مثلث ثاني من اول النقطه دي تمام. اجي من هنا الاير بريشر هنا بصفر تمام. واحد يقول لي ازاي يا دكتور ما في فوق مني هنا ايه سويل اهي، اللي هي السويل دراي سويل دي، اقول لهم انا اخدتها هنا، اخدت هنا طالما انا جيت هنا وقفت هنا تمام، ورحت جاي نازل بالخط الراسي ده عشان وانا برسم المثلث الخاص بالساتوريتد سويل، يبقى انا واخد في اعتباري تاثير الدراي سويل عن طريق الايه المثلث ده، ونزلت بيها ايه خط مستقيم كده تمام، اللي هو شبه المنحرف ده كله. الجزء ده للناس اللي عايزه يعني تستفيدها اكتر وتفهمه اكتر، المفروض يروحوا يراجعوا السويل ميكانيك بتاعه سنه ثانيه مدني اللي انتوا درستوها الترم الاولاني وسنه ثانيه مدني، الجزء بتاع اللاترال اير بريشر او الاير بريشر عموما تمام. هنا هيبقى بصفر، وانزل لتحت كده يا باشمهندس، هنا هيبقى عباره عن كام؟ عباره عن الكي في الجاما في الاتش. هنا بقى يا باشمهندس الجاما طبعا الكي ب 33 من 100، طب الجاما لا هنا بقى الجاما عاملها ايه؟ جاما سبميرج تمام، اللي هي بكام؟ واحد، اللي هي عباره عن الجاما سات ناقص الجاما ووتر اللي هي ب 2.2 × 1 هيساوي 1.2 تمام. لو انا اخدت من هنا لحد هنا كده يا باشمهندس هيطلع ب 8 تمام. انا عندي المنسوب ده من 0 لحد 8 اللي هو 8 متر، بس انا هنا قسمتهم يعني جيت لحد المنسوب الليفل 1.1 ده وقسمتها اي 3 واي 4 عشان خاطر انا هاجي هنا احسب او اشيك على الاستريس عند القطاع رقم 1.1، فانا لو رسمته كله مثلث على بعضه هاجي اسيب اخد برضه لحد الليفل 1.1 ده، لان انا وانا بشيك على الاستريسز هنا عند الليفل 1.1 ده هاخد الاحمال لحد الليفل 1.1 تمام. فانا هنا يعني عملت اعتباري من اول الدنيا ورحت جاي ايه واقف هنا ونزلت بالخط الراس، وبعدين رجعت كملت من اول هنا لحد ايه هنا تمام. وده الضغط بتاع الميه اهو عباره عن الجاما ووتر في الاتش تمام. ده اللي هو الاي 5 والاي 6، انا برضو هنا وقفت اللي هو هنا علشان خاطر ليفل 1.1، وبعدين نزلت بخط راس وبعدين مشيت من اول هنا لحد هنا. طيب واحد يقول لي معلش يا دكتور انت ليه يعني قسمت السويل والميه هنا وما قسمتش السويل والميه في الاحمال الراسيه اللي هي زي دبليو 10 مثلا؟ اقول له والله انا عندي في الوزن كنت بحسب الجاما في الفوليوم على طول بتاع الوزن تمام، اديني الوزن، لكن في البريشر تمام انا ما ينفعش اقول اللي هو الكي في الجاما في الاتش، لان انا عندي السويل عباره عن كي في الجاما في الاتش
تمام. لكن الميه مفيش لها كي، الجاما في الاتش على طول، تمام. فرحت جاي فاصل الصي لوحدها، عشان كده عملناها جاما سبميرجد، ورحت جاي فاصل الميه لوحدها، لان ده بتنضرب في معامل، لكن الميه ما بتنضربش في معامل، تمام. حسبت انا الايهات الصغيره دي اللي هي البريشر، تمام. ابدا بقى ايه، احسب القوه اللي هو اي 1 اي 2 اي 3 لحد 10، تمام، اللي هي عباره عن التركيز، او اجمع بقى البريشر ده. يعني مثلا هنا انا عندي الاي 2 عباره عن الجاما في الاتش ده، تمام، ده اللي هو مثلث، فانا عايز احسب القوه، هروح جاي ضرب نص طول القاعده في الارتفاع، يعني نص الكي في الجاما في الاتش سكوير، تمام، اللي هي الخطوه الثانيه دي. انا هحسب الاي 1 والاي 2 وانا ماشي لحد الاي 10، تمام. نيجي بقى نشيك على الاستابيليتي او على الاستريسز عند القطاع رقم واحد واحد، تمام، عند القطاع رقم واحد واحد اهو. النورمال بقى اللي على القطاع رقم واحد واحد اللي هي السمشن فيرتيكال فورس عباره عن كام؟ عباره عن الدبليو 1 والدبليو 2 بس، لا لسه لسه في عند المثلث بتاع السويل ده كله، اللي هو عباره عن كام؟ الدبليو 6 والدبليو 7 والدبليو 9، يبقى ال ان هنا عباره عن دبليو 1 زائد دبليو 2 زائد 6 زائد 7 زائد 9 اللي هي 65 طن، تمام. اجي بقى عند السنتر بتاع القطاع ده، انا عندي عند الليفل يعني واحد واحد، المسافه دي بكام؟ ب 5 متر، يبقى السنتر بتاعي ده 2.5 من هنا و2.5 من هنا، يبقى السنتر موجود ايه؟ في الجزء ده كده، تمام؟ وانا عندي الحيطه دي من فوق التخانه بتاعتها او العرض بتاعها ب 3.5 ايه؟ متر، والدبليو واحد ده اللي هو بتاع الجزء المستطيل ده اللي هو 3.5 فيه 6، تمام؟ طيب يبقى الدبليو واحد ده هتأثر فين؟ على في نص 3.5، يعني 1.75 من هنا و1.75 من هنا، تمام؟ وهنا السنتر بتاع ده 2.5 من هنا و2.5 من هنا، يبقى ذراع عزم الدبليو واحد بكام؟ ب2.5 ناقص ال1.75 يطلع ب75، تمام؟ نيجي بقى نطلع المومنت عند السنتر، هنا هتبقى عباره عن كام؟ الدبليو واحد في ذراع عزمها اللي هو 75. طيب في حاجه مع الدبليو واحد، الدبليو اتنين موجوده اه بس هتلف عكسها تبقى بالسالب، الدبليو سته موجوده بس بتلف عكس الدبليو واحد هتبقى بالسالب، الدبليو سبعه نفس الفكره، الدبليو تسعه نفس الفكره، تمام، بالسالب. يعني الدبليو واحد دي هتلف الناحيه، انا وليكن دي اللي هناخدها الموت، تمام، بتلف كده اهو. طيب الدبليو 6 والدبليو 7 والدبليو 9 والدبليو 2 كلهم بيلفوا العكس يبقوا بالسالب، تمام. طب القطاع رقم واحد واحد ده القوه اللي بتعمل العزوم، هو ده طبعا هو دي القوه كلها القوه النورمال. طب في قوه ثانيه على القطاع رقم واحد ده بتعمل عزوم على القطاع رقم واحد واحد ده، هي النورمال فوق منها مباشره اهي، تمام. اه في عندي اللي هو ايه، الاي 1 والاي 2 والاي 3 والاي 4 والاي 5، تمام، مش دول كلهم اللي هم عباره عن ضغط السويل سواء كانت دراي سويل او ساتوريتد سويل، تمام، وضغط الميه، دول هياثروا لي على الحيطه دي، الجزء من الحيطه لحد ليفل واحد واحد ده، تمام. يبقى نجيب المومنت بقى هنا اللي هي دبليو 1 في ذراع عزمها اللي هو ب 75، وفضل عند الاي 1 في ذراع عزمها والاي 2 في ذراع عزمها والاي 3 في ذراع عزمها والاي 4 والاي 5، دول كلهم بيلفوا مع الدبليو 1 في نفس الاتجاه، اهو الدبليو 1 اهو لف كده، الاي 1 نفس الفكره، الاي 2 الاي 3 الاي 4 الاي 5 نفس الفكره، تمام. ناقص بقى الدبليو 2 والدبليو 6 والدبليو 7 والدبليو 9 بيلفوا على العكس، يبقى ناقص الدبليو 2 دبليو 6 دبليو 7 دبليو 9، يطلع المومنت عندي بكام؟ ب 35.55 طن متر، وانا عندي النورمال بكام؟ ب 65، قاسم الاثنين على بعض اللي هو الام على الان، الام على الان اللي هو 35.55 مقسومه على النورمال اللي هو 65، يطلع بيساوي كام؟ 55. طبعا البي على الستة اللي هي 5 على 6 تقريبا بوينت 8، فانا عندي ده اقل من ده، يبقى انا عندي المحصله بتاعتي تقع جوه التلت الاوسط. الاف 1 2 هتساوي هنا الان على الاريا، الان اللي هي ب 65 مقسوم على الاريا اللي هي ب 5 اللي هي الاريا دي اللي هو 5 مضروبه في واحد عمودي على الورقه دي، او واحد عمودي على السبوره، او واحد عمودي في مستوى العمود، تمام. انا الحيطه ممتده عندي في الاتجاه الثالث ده، تمام، فانا باخد شريحه مقدارها ايه؟ 1 متر، يبقى بضرب ده عندي 5 في 1 متر، ده اللي هي المساحه، تمام. موجب او سالب الام عندي ب 35.55، في الواي اللي هو 5 على 2
اللي هي الخمسة دي، انا هنا في السنتر هنا، فهتحرك هنا 2.5 اللي هي 5 على 2 اللي هي 2 من واي، او 5 على 2 من هنا اللي هي الواي، تمام، مقسومة على الاي اللي هي الانرشيا اللي هي الموازي في العمود التكعيب على 12. الموازي بتاعي انا عندي المومنت، نرجع للرسمة كده، انا حسبت المومنت في يعني تخيل ده كده القطاع بتاعه اللي هو بعده 5 في واحد عمودي عليه، تمام، انا عندي المومنت كله بيلف في الاتجاه ده كده، كله في البلان ده، تمام، يبقى الانرشيا هتبقى عبارة عن الموازي اللي بيقاومني بقى، الانرشيا اللي بتقاومني اللي هو الموازي اللي هتبقى 1 متر، تمام، في اللي بيقاومني هو اللي بتكعب، هي الخمسة دي اللي بتقاومني، يبقى هي اللي ايه بتكعب، يبقى 1 في 5 تكعيب على 12، اطلع الاف 1.2 اللي هي بتساوي سالب 21.5 وسالب 4.47، اطلع المتر المربع اللي هي عبارة عن اقسمها على 10 تديني اللي ايه الاستريس بالكيلوجرام على السنتيمتر المربع اقل من 50، ده الاجابات بتاعت الماتيريال بتاعتي. فده شكل الاجابات بتاعتنا، ده انا شيكت على الاستريسز عند الليفل 1.1. طب عند الليفل بقى 2.2، تمام، ادي الليفل المنصوب 2.2 اهو، تمام، وانا اقول ان البي سمول وعرض القلب على البي كابيتال اللي هو 2.5 على 7.5 اقل من النص، تمام، يبقى انا هشتغل ايه كاستريس عادي خالص خالص، واروح جاي خاصم المساحات دي، تمام، اللي هي الفتحه دي بس، تمام، يبقى ده الليفل 2.2 او سكشن 2.2. النورمال بقى هنا هيساوي الايه، هيساوي كل الاحمال، كل الاحمال عندي اللي هي كام، بواحد 151 طن، تمام، يعني لما نيجي نبص هنا انا عندي ليفل 2.2 كله بقى من اول دبليو 1 2 3 4 5 6 7 لحد 10، تمام، كله موجود عندي فوق الايه القطاع ده، ادي النورمال اللي هو سبمشن الدبليو بتساوي 151 طن، وادي المومنت عندي بقى، اجيب المومنت عندي في السنتر بتاع القطاع بتاع كل فوق، تمام، هبدا الاي 1 في زرع عزمه الاي 2 وهكذا كل ما انا ماشي الدبليو لحد ما اخلص القوة كلها، تمام، يطلع عندي المومنت ب 178.3 طن متر، الاكسنتريستي بتساوي المومنت على النورمال فورس او الفيرتيكال فورسز، تمام، اللي هي ب 178.3 على 151 بتساوي 1.18%، اقل من 7.5 على 6 اللي هي البي على 6. احسب الاستريس، يبقى الاف 1.2 هتساوي الان على الاريا، الان هتساوي 151 طن مقسومه على الاريا اللي هي 7.5 ناقص 2.5 مضروبه في الواحد، ما انا خصمت المساحه بتاعت الايه؟ السات قلبه، تمام؟ موجب او سالب الان ب 178.3 مضروب في الواي اللي هي ب 7.5 على 2 اللي هو البي مقسوم على 2، مقسوم بقى اقسمه على الانرشيا، الانرشيا عندي اقسم الانرشيا بتاعت السات قلبه، يبقى عندي الانرشيا كلها ناقص الانرشيا بتاعت السات قلبه اللي هي 7.5 تكعيب على 12 ناقص 2.5 تكعيب على 12 اللي هي كاني خدت الواحد على 12 عامل مشترك وضربتهم في الواحد اللي هو الموازي، تمام، خد بالكم ان ده 7.5 تكعيب ناقص 2.5 تكعيب، مش 7.5 ناقص 2.5 لكل تكعيب، لا فرق شاسع هنا، تمام، 7.5 تكعيب ناقص 2.5 تكعيب اللي هي عباره عن الموازي في العمود التكعيب على 12 اللي هو 7.5 تكعيب على 12 ناقص الانرشيا بتاعت الفتحه بقى اللي هي ايه 2.5 تكعيب على 12، فانا جمعتهم مع بعض واخدت اللي ايه 1 على 12 عامل مشترك، يطلع الاستريس بالشكل ده كده، الاف 1 ب 50 والاف 2 ب 10 45، ده كده لحد كده المطلوب في المساله ايه خلص، تمام. طيب نيجي على الاستابيليتي بتاعت الاستغاثة فوق، احنا قلنا في الابعاد ان انا عندي الارتفاع بتاع الاستغاثة فوق هو نفسه ارتفاع الحيطة اللي هو عبارة عن اعلى منسوب مية زائد 1 متر، والعرض بتاعها اللي هو عبارة عن 50 ل 60% من الاتش نود او الارتفاع الكلي بتاع الحيطة، تمام. فقال لك في الكود هنا بيقول لك كون سمك هذه الحائط من الحائط اكبر قليلا من سمك اسفل بطن اجزاء الحائط بحوالي نص متر، مفيش مشكلة لو انا عايز ازود سمك اسفل الحيطة بتاعت الاستراس طول دي بنص متر مفيش مشكلة، تمام.
الثراست وول يا باشمهندسين دي كلها الحيطة اللي اسمها الثراست وول، تمام. لكن وانا هصمم او هشيك في على الجزء ده، بشيك على الجزء ده اللي راكب فيه البوابة بس في الحتة دي، تمام. يعني الجزء اللي انا بشيك عليه هو الجزء ده اللي هو راكب فيه البوابة، دي البوابة الصراع بتاع البوابة او ضغط في البوابة، تمام. بشيك على الجزء ده بس، الجزء التاني ده مفيش يعني مفيش اي احمال عليه. ايه يعني الجزء ده والجزء ده، ايه الفرق ما بينهم؟ والله هنا في تراب وميه وفي هنا ميه، تمام. لكن وبالاضافه الى الجزء بتاع اللي هو الاحمال الناتجه عن البوابه، تمام. فهيبقى هو الجزء ده الكريتيكال او اللي هو المفروض ان انا ايه اشيك عليه. لو ده طلع سيف فده هيبقى ايه اكثر امانا من ده، تمام. فنيجي عندنا يعني الجزء اللي احنا قلنا ان احنا بنشيك عليه اللي هو الجزء ده كده اللي هو من اول الحيطه بتاع من اول البوابه المفصله بتاعه البوابه لحد نهايه الحيطه هنا، ده فاصل تمدد. طبعا احنا الحوار بتاعتنا بيبقى طولها كبيره جدا، فبنعمل فيها فاصل تمدد وبنحط فيها الفروسكوب عشان خاطر تسريب الميه. فالجزء ده هو اللي انا ايه هصممه من الحيطه واللي انا هشيك عليه، اللي هو اسمه عرضه بي وطوله اسمه ايه اكس، تمام. وارتفاعه طبعا ارتفاع الحوائط كلها اللي هو الاتش نوت، تمام. طيب ادي غرفه الهويس بتاعتنا اهي، وعرض اسمه بي، وادي البوابه اهي، وادي البلطه بتاعت البوابه او المصنع بتاع البوابه، وادي البلطه او المصنع الثاني، والاثنين قافلين مع بعض بزاويه اسمها ثيتا، تمام. فالزاويه اللي اسمها ثيتا دي بتتراوح من 135 ل 140 درجه. والله لما كانت عندي لما تكون عندي الزاوية ثيتا دي 140 درجة يبقى الألفا دي عندي 20 درجة، ولو كانت عندي الزاوية ثيتا دي 135 تبقى الألفا ب22.5، تمام. واللي هو النص متر اللي احنا زودناه دلوقتي اتفقنا ده عشان خاطر البوابة ايه يعني تبدأ تبات فيها كده، لما تيجي تتفتح البوابة ايه تبات في الجزء ده، والبوابة دي تيجي تبات في الجزء ده، والمركب تبدأ ايه تدخل وتخرج بمنتهى السهولة، عشان خاطر ما يحصلش في اي تصادم او احتكاك ما بين البوابه وما بين جسم السفينه، تمام. يلا انا عندك المسافه اكس دي تقريبا كده هي عباره عن الاريا تشامبر على 100 الى 200، تمام. المسافه اكس دي يا باشمهندسين عادي ممكن واحد يعني ايه والله احنا بنشيك على الاستريسز ده من حالتين، لو عند الاستريس غير امن والله ازود طبعا بنزود الايه التخانه بتاعه الحيط. ما انا عندي هنا خلاص انا لو خدت الحيطه التخانه بتاعتها ثابته، لو عندي الاستريس ممكن ازود الايه الاكس، تمام. يعني ازود المساحه المعرض عليها الانهدام دي، تمام. يعني قدامي خيار من الاثنين، يا اما البي يا اما الاكس، تمام. فده حاجه ايه تجريبيه كده عشان خاطر اختار منها الايه الاكس دي. فالاستابيليتي في الثراست وول برضو عندنا بيبقى فيه حالتين، حالة التشغيل وحالة الصيانة، تمام. حالة التشغيل تعالوا نبص على الرسمة دي كده، ادي حالة التشغيل يا باشمهندس، يعني البوابة دي والبوابة دي الاتنين ايه قافلين مع بعض كده، تمام. وفي هنا اب ستريم موتر ليفل، تمام. وفي هنا ايه مية برضو، تمام، اللي هو داون ستريم موتر ليفل، تمام. يعني في هنا مية بارتفاع اكبر من المية اللي موجودة هنا، تمام. منسوب المايه هنا اعلى من منسوب المايه هنا، فيبقى البوابه دي كده هيبقى عليها ايه مثلث مايه من الناحيه دي اكبر من مثلث المايه اللي من الناحيه الثانيه، تمام. طيب في حاله التشغيل اللي هي الحاله دي كده، ادي عند البوابه اهي، والبوابه عندي مقفوله، ففي عندي مايه منسوب مايه عالي هنا هو الاب ستريم موتر ليفل، وفي هنا الداون ستريم موتر ليفل، فيبقى هنا ده مثلث مايه بالشكل ده كده، مثلث الناتج عن المياه اللي بالشكل ده كده، تمام. المثلث ده عباره عن ارتفاع المياه هنا اسمه الزد 2، وطبعا الفرق ما بين المناسيب هنا المنسوب المياه هنا والمنسوب المياه هنا اسمه اتش، تمام. يبقى المثلث هنا عباره عن ايه؟ جاما في الاتش، تمام. لما احب اجيب القوه 2 دي بي 2 دي هعمل ايه؟ هتبقى نص جاما اسف البي 2 دي هتبقى عباره عن الجاما في الزد 2، تمام. لما احب اجيب القوه بقى بي 2 التركيز بتاع المثلث ده اللي هو نص جاما في الزد 2 مضروب في الزد 2، يعني نص جاما زد 2 سكوير. طب وهنا هيبقى عباره عن كام؟
عبارة المثلث ده كله الاحداثي ده كده عبارة عن اللي جاما في ال H زائد ال Z 2 تمام. اروح جاي بقى جاب التركيز بتاع المثلث ده اللي هو نص جاما مضروب في ال H زائد ال Z 2 مضروب في ال H زائد ال Z 2 تمام. طيب ده كده اللي هي ال B 1، واطرح الاثنين من بعض اجيب ال A ال B، واجي اخد العزوم حوالين النقطة دي كده اطلع ارتفاع المحصلة، لأن في عندي أنا عرفت البي اللي هي عبارة عن المحصلة بتاعة البي واحد والبي اتنين تمام، بس أنا معرفش مكانها، يعني معرفش ارتفاعها، وطبعا اتجاهها هيبقى مع القوة الكبيرة بس مكانها فين معرفوش. أروح جاي واخد العزوم عند النقطة دي كده عند نهاية البوابة هنا تمام، يبقى البي في ذراع عزمها والبي في ذراع عزمها يبقى يساوي عزم المحصلة في ذراع عزمها تمام، اللي هي القوة في ذراع عزمها يعني البي في الزد من ما طلع الزد. طيب دي طريقة. واحد تاني يقول لي مش انا عندي ده مثلث تمام وده عندي ده مثلث تمام، ده عبارة عن الجاما في الاتش زائد الزد، وده عبارة عن الجاما في الاتش في اسف اللي الجاما في الزد تمام، فانا اشيل المثلث ده مع المثلث اللي ورا ده كده، يفضل ليا المثلث اللي فوق اللي مقشر ده مع المستطيل اللي تحت ده اللي هو شبه المنحرف ده تمام. فالإحداثي ده عبارة عن الجاما في الاتش كابل تمام، اللي هو هو الإحداثي ده برضه الجاما في الاتش كابل تمام. يبقى عند البي هي عبارة عن ايه التركيز بتاع الايه شبه المنحرف ده تمام، يبقى البي هنا هتساوي الكلام ده كله نص جاما اوفر في ال h سكوير زائد جاما اوفر في ال h في ال z 2 مضروبه في، طبعا انا حسبت ركزت المثلث، المفروض بقى ان انا يعني في المثال اللي فات انا كنت بقى ما بضربش في حاجه او كنت واخد البعد الثاني كام 1 متر، لكن هنا البوابه لها طول تمام، فلازم اضرب في الايه في طول البوابه تمام. فده كده انا جبت البي وجبت الايه مكان تأثيرها بالنسبة للإليفيشن يعني اللي هو على ارتفاع زد، لكن مكانها في البلان اللي هو فين في نص البوابة تمام. يبقى هنا عندي البوابة بتاعتي دي متزنة تحت تأثير ايه التلات قوى تمام، اللي هو القوة اللي جاية من ضغط المياه محصلة ضغط المياه من الناحيتين اللي هي اسمها بي دي تمام، وعندي رد فعل البوابة التانية عليها اللي هو اسمه تي، وعندي الرد الفعل اللي هو على الحيطة اللي اسمه اه تمام. نيجي نبص للبوابة كده، ده البوابة بتاعتي خلينا الخط ده كده هو البوابة تمام، وعليه القوة اللي اسمها بي دي اللي هي في النص دي تمام، وادي القوة اللي اسمها اه تمام. يعني لما نرجع للرسمة بتاعتنا خالص الأولانية دي اهي، ادي عند البوابة اهي البوابة مايلة على الرأس بزاوية اسمها ايه ألفا تمام، نركز في الحتة دي، البوابة مايلة على الرأس بزاوية اسمها ايه ألفا. نرجع هنا كده تمام، اهي البوابة اهي تمام مايلة على الرأس بزاوية اسمها ألفا، وادي البي الحمل بتاع المية اللي هو النت يعني تمام، النت ووتر فورس تمام، موجودة فين في نص البوابة تمام، والبوابة دي متزنة في تحت تأثير رد الفعل اللي هو اسمه تي، ورد الفعل اللي هو على الحيطة اللي اسمه اه تمام. رد الفعل تي اللي هو جاي من البوابة التانية من الضلفة التانية، البوابتين ساندين على بعض، دي بتأثر على دي بقوة ودي بترد عليها بنفس القوة وعكسها في الاتجاه اللي هي اسمها تي تمام. يبقى ادي عند البوابة اهي، وادي عند التي رأسية من اسفل لأعلى كده تمام، وادي عندي الار. طيب وادي عندي الخط الرأسي ده كده اللي احنا قلنا البوابة مايلة على الرأس بزاوية اسمها الفا تمام، وعندي التي رأسية كده، يبقى الالفا دي هتساوي الزاوية دي كده هنسميها الالفا برضو اللي هي بالتبادل تمام، دي الفا ودي الفا تمام. طيب دي الفا ودي الفا بالتبادل، والحمل بي ده بيأثر على البوابة في المنتصف بزاوية 90، يبقى دي 90 ودي الفا، يبقى دي 90 ناقص الفا تمام، والمثلثين دول شبه بعض، ادي عندي ده نص يعني ده بيساوي ده تمام، وده بيساوي ده،
يبقى الزاوية دي بتساوي ألفا، الزاوية دي بتساوي دي 90 ناقص الألفا، يبقى العلاقة الزاوية دي كلها اسمها 2 ألفا، اللي هي الزاوية دي، اللي هي الزاوية ما بين ال R وما بين ال T. خد بالك ال T أهي، بس ال T يعني ده موازي لده، تمام؟ يعني ده في نفس اتجاه ال T. يبقى الزاوية ما بين ال R واتجاه ال T، أو الزاوية ما بين اتجاه ال R واتجاه ال T، اللي هي 2 ألفا. نيجي نعمل مثلث القوة كده، الزاوية ما بين ال R واتجاه ال T 2 ألفا، وده عند ال R ماشية كده، وده عند ال T ماشية كده، تمام؟ وال B ماشية كده. والزاوية اللي ما بين ال B وما بين اتجاه، يعني الزاوية ما بين اتجاه ال B وما بين اتجاه ال T بكام؟ ب90 ناقص ألفا. 90 ناقص ألفا، يبقى دي 2 ألفا و90 ناقص ألفا، يبقى تطلع دي ب90 ناقص الألفا، تمام؟ القاعدة اللي هي بتقول لي إن طول الضلع أو القوة على ساين الزاوية بتساوي طول الضلع أو القوة على ساين الزاوية بتساوي طول الضلع أو القوة على ساين الزاوية، يعني ال B على ساين 2 ألفا هتساوي ال R على ساين 90 ناقص ألفا بتساوي ال T على ساين 90 ناقص ألفا، يعني ال T هتساوي ال R، ومن هنا نجيب ال R على ساين 90 ناقص ألفا بتساوي ال B على ساين 2 ألفا. من هنا نطلع العلاقة بين ال R وال B، لأن أنا عندي دي معلومة، دي عارف حسبتها من ضغط المية، تمام؟ يطلع هنا عندي ال R، وحلل ال R دي ل R X و R Y، تطلع ال R X بتساوي ال B كوساين ألفا، وال R Y بتساوي R X كوساين 2 ألفا. حللهم زي ما أنت عايز، لو أنت مش عايز تحفظ العلاقات دي، خلاص أنت عارف إن ال R على ساين 90 ناقص ألفا بتساوي ال B على ساين 2 ألفا. طرفين متوسطين، أجيب ال R، حلل ال R ل R X و R Y، تمام؟ بقى عندي الحيطة بتاعتي بالشكل ده كده، اللي هي الطول بتاعها اكس، وعندي اسمه دي، تمام؟ عليها القوة اللي اسمها ار اكس، وعليها القوة اللي اسمها ار واي في اثناء التشغيل. طب البي 4 دي عبارة عن ايه؟ ايه البي 4؟ البي 4 ده مش انا عندي، هي البوابات مقفولة، يعني البوابة هنا بالشكل ده كده، وكان في هنا مية وفي هنا مية، تمام؟ المحصلة ما بين المية والمية، كبت المحصلة ما بين على البوابة، تمام؟ اللي هي ادتني رد فعل ار اكس وار واي. طب مش المايه دي موجوده بتاثر على الحيطه؟ خدها معايا في الاعتبار، اللي اسمها بي ايه؟ 4، تمام؟ طيب، وانا عندي الرسمه اللي فاتت دي، الرسمه دي كده، انا وانا بحسب طول البوابه اخدت طول البوابه هو عباره عن ايه؟ البي على الاثنين، البي على الاثنين اللي هو الجزء ده كده، البي على الاثنين، وانا عندي ال جيت، وانا عندي الزاويه دي ايه؟ سيتا على الاثنين. ساين سيتا على الاثنين بتساوي كام؟ بي على الاثنين على ال ال جي، تمام؟ فانا وانا اخد يعني بحسب ال ال جي حسبتها من خلال البي على الاثنين، ففي عندي جزء جوه كده اللي هو الجزء اللي اسمه واي واحد ده، مش الواي واحد ده هيبقى فيه ميه عليه برضه، تمام؟ فبرضه هجيب محصله القوه بتاعه الميه على الجزء اللي هو اسمه واي واحد ده، اللي هي القوه دي اللي هي جايه في الشريحه دي، تمام؟ اللي هي البي 3 دي. فالبي 3 ده اللي هو الجزء او القوه بتاعه الميه اللي هتاثر على الجزء ده من الحيطه اللي اسمه ايه؟ واي 1، تمام؟ يبقى الار اكس والار واي اللي هو رد فعل البوابه على الحيطه، والبي 4 اللي هو حمل الميه المؤثر على الحيطه في الاتجاه ده، والبي 3 هو برضه حمل الميه اللي هيأثر في الاتجاه ده. واحد يقول لي طب ما في فين ضغط السويل هنا؟ المفروض يبقى في ضغط سويل هنا. والله الكود قال لك ان هو بيجي يهمل ضغط السويل والمياه الجوفيه اللي موجود هنا، لان لا يعني ده كده بيضغط الناحيه دي، والار واي بتضغط الناحيه دي. لو انا اخدت معايا ضغط السويل هيبقى بيضعف تاثير الضغوط دي كلها، تمام؟ فقال لك زياده في الامان نهمل ايه التاثير بتاع السويل في الحاله دي، في حاله الاوبريشن، تمام؟ ادي البي 3، وادي البي 3 يعني في الاستنتاج بتاعها هي زي برضه حمل البوابه او ضغط الميه، يعني اللي كان على الضغط كان نحسب يعني ضغط الميه على البوابه. وادي البي 4، وطبعا الان هي عباره عن الوزن بتاع الحيطه دي. خلاص انا جبت كل القوى المؤثره على الحيطه في حاله التحليل دي اللي هي اثناء التشغيل. طبعا اثناء التشغيل اهملت الايه؟ الايرث بريشر،
والمية اللي جواها زيادة في الأمام. أحسب برضو الـ mx والـ my، تمام، ومن خلال الـ mx والـ my عندي الـ mx والـ my وعندي الـ n أقدر أحسب الـ stress. الـ stress هتساوي الـ n على الـ area بقى اللي هي بتساوي الـ b في الـ x، وأدي الـ mx مضروبة في الـ b على الاتنين مقسومة على الـ inertia، وأدي الـ my الـ y، أدي محور x وأدي محور y، الـ my يعني المومنت حوالين محور y، تمام، ده المومنت حوالين محور y أضربه في الـ x على الاتنين، المومنت حوالين محور x أضربه في الـ b على الاتنين، الـ x في على الاتنين، الـ y في x على الاتنين، تمام، وأقسم على الـ inertia المناظرة لكل واحد فيه. ده كده حسبت الـ stress عند على الحيطة بتاعة الـ thrust pole في حالة الـ operation. نعمل الكلام ده بالنسبة برضو لحالة اللي هي الصيانة. في حالة الصيانة أو هيكون عندي أدل الفراس طول أهي، تمام، الحيطة بتاعتي والبوابة بتاعتي مفتوحة بالشكل ده كده، تمام، طالما في حالة الصيانة يعني مفيش مية، تمام، مفيش مية يعني إيه اللي هيأثر بقى على الحيطة في الحالة دي اللي هو الوزن بتاعها، تمام، زائد البوابة وهي مفتوحة كده، البوابة فيه مفصلة هنا، البوابة بتشد الحيطة عايزة إيه تشدها الناحية ده وعايزة تقلبها الناحية، تمام، فأدي عندي الأحمال بتاعتنا اللي هو وزن الحيطة، وأدي عندي القوة اللي اسمها تي واحد، طبعا مفيش هنا مية، خلاص يبقى آخد الإيه الإيرث بريشر مع المياه الجوفية في الناحية دي، تمام، فالإيرث بريشر سهل إنها تتحسب أو يعني شرحناها قبل كده. واللي عايز يعني يستفيد في الايرث بريشر ممكن يرجع للسويل ميكانكس بتاعت سنة تانية مدني في الجزء الخاص بالايرث بريشر، تمام، اللي مش محسوب عندي او الجديدة بالنسبة لي اللي هي اسمها تي، تمام، فده عند الحيطة اهي، حيطة واقفة بالشكل ده كده، تمام، وقلنا المرة اللي فاتت ان انا بعمل ايه يعني ادي البيت ده اهو، منسوب البيت ده اهو، منسوب البيت ده اهو، باجي في الجزء بتاع البوابة بعمل ايه تخفيضه بمقدار مثلا نص متر ولا حاجة، تمام، اهو نص متر اهو، تمام. طيب البوابة عندي مرتكزة على النقطة دي كده اللي هو المحور السفلي، محور الدوران السفلي، وفي هنا مفصلة اهي، تمام، البوابة في الحالة دي وهي مفتوحة كده، دي الحيطة اهي، تمام، وادي البيت ده اهو، وادي الجزء اللي احنا ايه قلنا ان احنا بنخفضه في الجزء من القاعدة اللي هو الفلور يعني اللي البوابة بتبدأ تتحرك فيه، فالبوابة بتاعتنا هتبقى متزنة تحت تأثير وزنها أول حاجة والشد اللي في المفصلة، تمام، بالإضافة لإيه رد الفعل اللي هو جاي عند محور الدوران ده، تمام، وعشان البوابة تبقى متزنة تحت تأثير الثلاث قوى لازم يبقوا يتلاقوا في نقطة، تمام، آدي التي أهو خط عملها من المفصله ماشي افقي، وادي الوزن البوابه طبعا في السنتر بتاع البوابه خط عملها هيطلع لفوق كده، يبقى التي اللي هو رد الفعل على المحور السفلي ده هيبقى ماشي بالشكل ده كده، تمام. انا وانا هنا اللي ايه اللي انا عايز احسبه اللي هو الاي ووزن الحيطه والتي واحد دي، تمام. طب انا محتاج التي 2 دي في حاجه، او هو رد الفعل على محور الدوران السفلي دي في حاجه؟ لا، خلاص يبقى اجي هنا واخد العزوم بتاعة القوة دي، يبقى اجي عند النقطة دي واخد العزوم، هيبقى عبارة عن ايه؟ التي في ذراع عزمها وبتلف الناحية دي بتساوي الجي في ذراع عزمها، تمام؟ يعني تطلع بيساوي كام؟ التي في التي واحد في الاتش بتساوي الجي في الاي، تمام؟ الجي اللي هو وزن البوابة او وزن ضلفة البوابة معلوم، وانا عارف هبقى عارف بقى انا عارف ابعاد البوابة، عارف الجي بتأثر فين، وعارف المفصلة دي على ارتفاع متر، تمام، وعارف الأبعاد دي كلها، فالمجهول الوحيد عندي اللي هو عبارة عن التي واحد، هجيب التي واحد اللي هي بتساوي الجي في الإي على الإتش، تمام، يبقى أدي عند البوابة أو آسف عند الحيطة بتاعت اللي هي الثراست وول في أثناء حالة الصيانة هتبقى معرضة إلى الإيرث بريشر والنورمال أو الأوزان بتاعتها زائد التي اللي هو الشد بتاع البواب، تمام. ابدا احسب ال ام اكس وال ام واي، واحسب الاستريس اللي هي عباره عن النورمال على الاريا موجب او سالب ال ام اكس في البي على 2 على الانرشيا موجب او سالب ال ام واي في الاكس 2 على الانرشيا، تمام. المثال ده هنقوله المره اللي جايه بالتفصيل.